ومبلش مقطعنا يا شباب. طبعا مثل ما تعرف هذه الصورة مسربة للتحديات اللي راح تنزل يوم الخميس. طبعا احتمال يتغير منها تحدي او تحديين، وممكن ما يتغير منها اي شيء. طبعا انا على جهتين يوم الخميس بنزل مقطع ثاني، وراح احط رابط المقطع الثاني بالوصف لهذا المقطع او بالتعليق المثبت. فيوم الخميس اذا كنت تشوف هذا المقطع وكان في اشياء تغيرت، فشيك على الوصف وشيك على التعليق المثبت، راح تلقى رابط المقطع الجديد. ادخل على الرابط الجديد وشوف التحديات. خلونا نبلش بالمقطع. ونبلش بالتحدي الاول، مطلوب منك انك تبني بناء باستخدام حجر او خشب او حديد. طبعا مش مبين لسه كم كمية او كم تبني. يوم الخميس راح ابين معانا كم، يعني ممكن يطلب منك 5000 او 6000. طبعا التحدي تكرر معانا وتصور فهمتوا فكرة التحدي، بس كل عليك انك تبني وراح تخلص التحدي. التحدي الثاني مطلوب منك انك تدمج الراكبين بالسيارات او المركبات. طبعا يوم الخميس راح يكتبوا لنا كم ندمجهم، 500 دمج 1000 دمج. المهم انا ما بعرف اذا تقدر تدمج الناس بالطيارة او لا، بس انا اتوقع بس بالسيارات. تمام، بس كل عليك تدمجهم اللي بيكونوا راكبين جوا السيارة. تحدي كثير سهل وتكرر معانا قبل هالمرة. والتحدي الثالث مطلوب منك قتل اشخاص باستخدام الاسلحة المتفجرة. عندك ار بي جي، لانشر، قنابل، اي سلاح يتفجر او اي قنبلة تتفجر تقدر تسوي فيها التحدي. طبعا لما تنزل التحديات راح يكتبوا لنا كم شخص نذبح، اتصور 3 اشخاص. التحدي الرابع مطلوب منا نفتح 7 صناديق بشيفت شافت او بلوني، انت مخير بين شيفت شافت او لوني. كل عليك تنزل على شيفت شافت تفتح فيها 7، او تروح على لونلي تفتح فيها 7. تقدر تفتح 4 بلوني مثلا و3 بشيفت شافت، المهم تفتح 7 بين المدينتين. التحدي الخامس مطلوب انك تبحث عن النجمة العادية اللي راح تكون موجودة بين اماكن معينة، فبوريكم مكان النجمة العادية على طول. طبعا شباب مكان النجمة العادية راح يكون على الجبل بجانب وولينج وود. ركزوا بالمكان بالخريطة محل ما حددت بالضبط. طبعا راح تكون النجمة شباب على الارضية هذه اللي ما عليها ثلج، تحس عليها سواد، ومحل ما حطيت بخاخ. راح تكون نجمة هون النجمة العادية للاسبوع الثامن. التحدي كثير سهل والمكان واضح. ننتقل للتحدي السادس، مطلوب منك انك تستخدم الكوزي كام فاير او اللانش باد. الكوزي اللي هي النار واللانش باد، تستخدمهم بأقيام مختلفة، اتصور يطلبوا منك 3 او مرتين بأقيام مختلفة. طبعا شباب التحدي كثير سهل، اما انك تستخدم كوزي او لانش باد. طبعا يوم الخميس بس ينزل التحديات راح يكون لنا كم مرة نستخدمهم، مثلا نستخدم لانش باد 3 اقيام مختلفة كل مرة كل جيم مرة، او نستخدم النار 3 اقيام مختلفة مثلا كل جيم مرة، او ممكن مرتين او مرة واحدة. يوم الخميس راح يكتبوا لنا العدد. التحدي السابع راح يكون تحدي مراحل، وكل مرحلة انك تزور مدينتين بجيم واحد. اول مرحلة انك تزور بارادايس بالمز وسولتي بنفس الجيم. لما تخلص جيمك تموت او تنتحر، المهم بس تخلص الجيم بيعطوك المرحلة الثانية اللي هي راح تكون يا شباب جانك جانكشن ولوت ليك. جانك جانكشن ولوت ليك هذه المرحلة الثانية للتحدي السابع. تمام، لما تخلص جيمك تطلع تنتحر مثلا، بعطوك المرحلة الثالثة اللي راح تكون هانتد هيلز اللي هي المقبرة، وانك تكمل كمان على ويلنج وود بنفس الجيم. هانتد هيلز ويلنج وود هذه المرحلة الثالثة بجيم واحد. بس شباب هي بكون شرحت كل التحديات. اذا في تحدي ما فهمتوه اكتبوا لي بالتعليقات، ومثل ما قلت لكم يوم الخميس راح انزل مقطع ثاني. اذا في اي شيء يتغير من المقطع هذا شيك على الوصف او على التعليق المثبت، راح احط رابط مقطع الخميس بالوصف لهذا المقطع. طبعا شباب بس راح اترككم مع الجيم بلاي. بس قبل بدايه الجيم بلاي شباب، اتمنى من كل شخص فيكم يشوف المقطع ومش يشترك بالقناه، اتمنى انه يشترك وفعل زر الجرس. وطبعا راح احط لكم رابط قناتي الثانيه الاحتياطيه بالوصف، اتمنى انكم تدخلوا عليها وتشتركوا فيها وتدعموها. ويلا خلونا نبلش الجيم بلاي، ويلا مشاهده ممتعه.